والقرى السياحية. كريستال يعني طعم وخفة وريحة وترميلة. ليه بقى طيرتي بنمرة 2؟ كريستال عملت لك سمنتين. شكرا فاتيكا. كريم دابر فاتيكا الطبيعي الجديد. جبنتي بتوفر. جبنتي تفرد أكتر يعني توفر أكتر. اندومي الحجم كبير جامبو وبجنيه ونص بس. طول الوقت بنحاول نجيب لكم في عز الشباب نماذج قدرت ان هي توصل وتغير مش بس حياتها ولكن كمان حياة كل اللي حواليها. النهاردة معانا نموذج فخر لمصر ولكل المصريين، عمر سمرة، اول مصري واصغر عربي يصعد لقمة جبل ايفرست وكمان في طريقه الانتهاء من الصعود للقمم السبعة. عمر منورنا. اهلا بيكم. ازيك يا عمر؟ في البداية الحمد لله على السلامة عشان انت لسه راجع من ألاسكا، عايزين تكلمنا برضو عن الرحلة دي وايه اللي كان فيها. وانا مكسوش شويه اتكلم عن الجبال ان انا بردان جوه الاستوديو ما انك يعني كنت لسه يعني في القطب الجنوبي. اه بالظبط. انا اكشلي في يناير اللي فات كنت في قاره انتاركتيكا اللي هي القاره المجمده، القاره السبعه. وصلت اعلى نقطه هناك، اخر جبل من القمم السبعه واللي هو اعلى جبل في كل قاره، كان في ألاسكا اللي هو اعلى جبل في امريكا الشماليه. وللاسف ما عرفتش اوصل للقمه، وده جزء من اللعبه لان الطبيعه اقوى مننا بكتير. فاللي حصل ان احنا كانت مغامره مدتها حوالي 22 يوم، وفي اخر قعدنا لمده حوالي 14 يوم مزنوقين في المخيم لان كان في هواء فوق 80 كيلو في الساعه، فكانت يعني الحاله المناخيه كانت صعبه جدا. فاضطرينا ان احنا يعني بعد الاكل خلص وكل حاجه المواعين كلها اضطرينا ان احنا ننزل. ترجعوا تاني؟ طب تأجلوا تسلقكم ليه قد ايه؟ يعني قدامك قد ايه وترجع تاني تكمل تسلقك ليه؟ هو في موسم معين لكل جبل في العالم، في موسم معين الواحد بيطلع فيه على حسب مكانه الجغرافي. وبالنسبه لألاسكا هي في الفتره تقريبا اللي هي بالنسبه لنا هي الصيف، بس هو مش صيف هناك خالص يعني. فان شاء الله هروح يعني لو ربنا امكن السنه الجايه نفس الميعاد تقريبا هحاول تاني. لا احنا عايزين نرجع بقى من بدايتك بقى، يعني انت كنت بتشتغل ايه وايه اللي حول مسارك ان انت تبقى تتسلق الجبال؟ يعني احنا عارفين انت سبت خالص اللي انت كنت بتشتغل فيه وقررت ان انت تتسلق الجبال، امتى بقى حصل ده؟ هو اصلا قبل كل ده يعني هي كانت بدايه غريبه شويه. انا كنت طفل يعني لسه رفيع وكده، بس وانا صغير كنت يعني اللي هو ما بعرفش الف لف التراك، وكنت مش رياضي خالص. ولحد وسن وانا عندي 11 سنه جالي ربو، كان ربو حاد جدا، وقعدت يعني كنت بقعد في السرير ايام كنت ما اروحش المدرسه، كنت تعبان جدا وكده، لحد ما رحت للدكتور وقال لي انت عندك نوع من الربو هيختفي مع الوقت. يعني وانت عندك حاجه 20 سنه هيروح، بس لو انت عاوز يروح على طول لازم تبتدي تلعب رياضه بشكل جاد. فابتديت من سن صغير جدا خدت الموضوع ده جد قوي، وابتديت بقى قبل المدرسه اروح اجري والكلام ده كله، غيرت من ابتدت الرئه عندي تتسع وابتديت ان انا اقدر اجري شويه وكده. بس كنت بلعب رياضات تقليديه يعني كنت بلعب كره سله وسكواش. بس جيت في سن 16 سنه طلعت جبل في سويسرا في معسكر صيفي، ويعني وقعت في حب الجبال والطبيعه، ويعني من ناحيه ان هي مكان جميل جدا وفي نفس الوقت في احساس بالراحه والسكينه واحد بيحس فيه هو في وسط الجبال، يعني مكان خالي من كل من اي تلوث، بتبقى يعني حتى في جزء روحاني كمان في طلوع الجبال. ايه الجزء الروحاني اللي فيها؟ هو طبعا هو الواحد طبعا بيحس ان هو اقرب للسماوات لان هو في ارتفاعات عاليه جدا، لكن متهيالي ان الانسان وهو عايش الحياه الطبيعيه بتاعته وفيها مشاغل كتير جدا ما يبقاش عنده وقت ان هو ياخد خطوات لورا ويفكر، طيب يعني يفكر عن حياته ويفكر يعني. فلما واحد وبيبقى تفكيره مشتت في حاجات كتيره جدا، لما واحد بيتسلق جبل وبياخد مثلا ايام او ساعات اسابيع في حاله ايفرست بيبقى لمده الوقت ده كله هو مركز في حاجه واحده بس، وهي تنفسه، الخطوه الجايه بكره هيبقى فيه، فبيبقى مركز جدا في الحاجه اللي هو بيعملها. فلما بيركز جدا في حاجه واحده بيدي فرصه لعقله ان هو يعني زي يستجم يعني. لما واحد مثلا لما الناس يعني حتى لما تبص على الناس في الصلاه عندنا بيبقى في حركات معينه بنقعد نعيدها. لما بنركز في حاجه بتدي فرصه للعقل بتاعنا ان هو يركز فيها ويبقى منتبه ليها. بس في سؤال مهم جدا، كل الناس بتتفرج علينا دلوقتي فاكرين ان عمر سمرة بس بيتسلق الجبال وما بيعملش اي حاجه في حياته ولا تسلق الجبال، انت بتعمل ايه في حياتك؟ ما دي فعلا في ناس كتير فاكره كده. انا ابتديت الاول عملت درست اقتصاد في الجامعه الامريكيه بالقاهره، وبعد كده سافرت
انجلترا، اشتغلت في مجال البنوك مده طويله جدا في انجلترا وفي هونج كونج وفي حته تانية، وقعدت في القصه دي كلها، وفي مصر بعد كده قعدت في القصه دي كلها حوالي ما بين 8 و10 سنين. عملت ماجستير في اداره الاعمال في انجلترا جامعه لندن، ودلوقتي خدت العشق بتاعي اللي هو الترحال، وان انا بحب ان انا ادي حافز لناس تانية انها تعمل، مش لازم يطلعوا يعملوا حاجه فيها مجازفه كبيره جدا، بس ان هم يخرجوا عن المألوف ويعملوا حاجه مختلفه. لان متى الانسان لما بيزق نفسه لقدام هو ده الوقت فعلا بيتعلم حاجه جديده، سواء الحاجه دي كانت ان هو يعمل مغامره او ان هو يتعرف على شعوب جديده، ياكل حاجه مختلفه. فأسست شركة من 3 سنين اللي هي وايلد جوانابانا، واسم غريب شوية. جوانابانا دي فاكهة من أمريكا اللاتينية. وبنعمل رحلات غير تقليدية في حتت مختلفة من العالم. فده إحساسي إن أنا أقدر إن أنا أنقل جزء من التجارب بتاعتي، إن أنا غير التسلق سافرت كتير برضو، يمكن أكتر من 70 دولة أو حاجة زي كده، فإن أنا أقدر أنقل ده لناس تانية بحس إن هو يستفاد. في ناس بتبقى بتفكر مثلا نفسي أروح حتة زي مثلا أمريكا اللاتينية أو أفريقيا أو كده، بس مش عارف أبدأ من فين. فإحنا بناخد كل الجزئية دي بحس إن إحنا نسهلها على الشخص ده، ونجيب ناس مختلفة مهتمة بنفس الحاجة، يبقوا جروب مع بعض يطلعوا. طيب نرجع تاني لقمة إيفرست، استعدت لها إزاي؟ خدت منك وقت قد إيه؟ كلمنا عن تحضيراتك ليها. هو التسلق نفسه اخذ حوالي 12 اسبوع، انما التحضير يعني اقدر اقول ان هو من سن 16 سنه اللي كانت اول تجربه، كنت تقريبا لمده 12 سنه لما طلعت ايفرست نوع من التحضير، انما ابتديت اخذ التسلق بجديه قوي يمكن وانا عندي 22 سنه او حاجه زي كده. قعدت اتسلق جبال في شتى انحاء العالم، امريكا اللاتينيه، اسيا، اوروبا. طبعا في جبال في مصر، كنت طلعت جبال في مصر انما الجبال صخريه، فده مختلف عن الجبال اللي هشوفها في الهيمالايا. لكن اخر سنتين يمكن هما كان في ده وانا بعمل الماجستير كان في تمرين مكثف عشان نقدر نستعد بدنيا وذهنيا لإيفرست. ألاسكا كانت اخر محطه في تحقيق حلمك لتسلق القمم السبعه، عايز اعرف الحلم ده كان عباره عن ايه، وفي نفس الوقت ايه القمم السبعه؟ هي مبدئيا انها بتبقى حاجه صعبه شويه على الواحد لما هو بيكون قريب جدا من ان هو يحقق حلم، وبعد كده يعني انا بقول كلمه بحاول احط عليه حواليها قوسين، اللي هي ان انا فشلت ان انا اوصل لقمه الاسكا. ان في الحقيقه هو ما يعتبرش فشل، احنا بنفكر ان التجربه هي يعني هي الفكره كلها هي التجربه، ان انا اروح يكفيك شرف التجربه، اروح واحاول، وان انا يبقى عندي الاراده ان انا هرجع تاني وان شاء الله في يعني. بس انت ما قدرت تتسلق علشان سوء الاحوال الجويه، بس انت ناوي ان انت تروح تاني. مظبوط، يعني دي فيها نوع من التوفيق والحظ وكده. طب عمر، ليه الفكره دي جات لك انت بس؟ يعني ما سمعناش عن حد مصري قبل كده جات له فكره ان هو يتسلق الجبال او يعمل حاجه زي دي. دي انا مش عارف، بس هو طبعا في مصريين بيتسلقوا الجبال، في مصريين ابتدوا يتسلقوا الجبال بعد ما طلعت ايفرست، يعني شافوا دي يمكن حسوا ان دي حاجه عايزين يعملوها. في بعد ما احنا فتحنا الشركه دي جزء من الحاجات اللي بنعملها تسلق الجبال، ففتحنا الفرصه لمئات الناس ان هم يعملوا الحكايه دي. فليه ما فيش ناس مصريين كتير فكروا يعملوا كده؟ ما اعرفش، متهيالي ان ودي حاجه بتتغير بسرعه جدا في سنه ونص اللي فاتوا. ان كنا الاول حاسين ان احنا ممكن نحلم لحد يمكن في سقف معين، انما دلوقتي الحكايه دي انكسرت. فمتهيالي الحاجه اللي بتعجبني في ايفرست، يعني انا كان ممكن حد مصري تاني يمكن هو اللي يطلع قبليا، بس انا الحاجه اللي دايما بتبسطني في ايفرست ان لما انا قبل ما انا اطلعه كان مصريين يقول لك مستحيل واحد مصري يطلع ايفرست، لكن اي طفل هيتولد دلوقتي وهيفكر هيقول لا اكيد مش مستحيل، ما في واحد تاني عملها، انا ممكن اعمل ايه تاني؟ وايفرست ده يعتبر زي يعني مش مجرد، مش بتكلم على مجرد الجبال، لو ايفرست ممكن يكون بمعنى حلم او بمعنى حاجه يعني بعيده المنال. يعني فليه ما اقدرش اعملها؟ لو واحد لازم نتحدى نفسنا يعني عشان نقدر ان احنا نوصل لاحلامنا. بس برضه عايزين نرجع للقمم السبعه، ايه هم القمم السبعه؟ هم طبعا السبع قارات، فالقاره المجمده في القطب الجنوبي ده جبل اسمه فينسن، في جبل اسمه اكونكاغوا في الارجنتين، امريكا الجنوبيه، امريكا الشماليه في الاسكا ماونت ماكيندي، كليمنجارو اللي هو اعلى جبل في افريقيا، ده طلعته 5 مرات، ده سهل جدا وفي ناس كتير جدا ممكن تطلعه. في جبل في اوروبا البروس، ده في روسيا جنب حدود جورجيا، وده للاسف انا حظي كده فطلعت وقت ما الحرب قامت ما بين جورجيا وروسيا، فكنا بنسمع المدافع بتضرب واحنا فوق الجبل. ما كنتش بتخاف يعني لحسن تروح واقع مثلا على الجبل من كتر خوفك؟ يعني في كل الجبال ببقى مرعوب تقريبا نص الوقت يعني.
بس ده جزء من التجربه. وقاره اللي هي بيسموها استراليجيا اللي هي بتجمع ما بين استراليا ونيوزيلندا واندونيسيا والقارات دي الجزر دي في جبل اسمه كارستنز، فدول هم السبعه. طيب اكيد في رحلتك سواء الصعود لقمه جبل ايفرست او القمم الثانيه اكيد كان في صعوبات ومخاطر نفسيه وجسميه وحاجات كتير قوي، كلمنا عن الصعوبات والمخاطر اللي انت قابلتها في الرحله دي 5 سنين تقريبا. هي هم كتير قوي الصعوبات الواحد بيواجهها على الجبل. طبعا في نقص الاكسجين، في على قمه جبل ايفرست في 6% اكسجين، في حين احنا دلوقتي بنتنفس 21%، فاقل من ثلث كميه الاكسجين. ده بيأثر على الجسم بان الواحد ما بيقدرش ان هو يتنفس كويس، ما بيوصلش دم كفايه للجسم، فكل الهضم وان الجسم يقدر ان هو مناعه الجسم كل الحاجات دي بتقل، فالواحد بيتعب جدا خلال الاسابيع اللي بيقعد فيها في ايفرست. يمكن درجات الحراره بتوصل ناقص 40 وناقص 50، قوه الرياح ممكن فوق 100 كيلو في الساعه. طبعا في ناس، طبعا يعني للاسف في ناس في حوادث حصلت على ايفرست وفي ناس ماتت، فدي طبعا دايما بتبقى حاجه يعني جزء المخاطره ده موجود في كل تجربه انت بتعملها. انما فكره ان واحد بيطلع جبل وهو بيجازف بحياته دي فكره خاطئه، ان هو الانسان بيروح بمستعد استعداد تام وبيتمرن كتير جدا. انا كنت عايز اسالك بقى على الاستعدادات اللي قبل صعود القمم او جبل ايفرست كانت عامله ازاي، وايه المعدات برضو اللي انت بتاخدها معاك وانت طالع بقى؟ الاستعدادات قريبه جدا من استعداد حد بيجهز الاولمبياد مثلا، من ناحيه الجسمانيه البدنيه. من ناحيه الذهنيه، الضغوط الواحد بيتحط فيها هو نفسيا، الواحد بيتحط فيها هو على جبل كبيره جدا. بيبقى في تمارين بتعملوها انت دلوقتي بتقول اي حد رايح للاولمبياد مثلا بيتعرض للجهود او الضغوط البدنيه، بيبقى بتمرن مثلا قبل ما بيروح اي مباراه مثلا، انت بتتمرن برضو؟ بتتمرن ازاي بقى؟ بنعمل بقى حاجات غير يعني في طبعا في حاجات اللي هي الجيم والجري والحاجات اللي هي العاديه جدا، بس بنعمل حاجات بقى غير تقليديه شويه، ان احنا مثلا ان انا ممكن اربط وسطي بحبل واشد كاوتش وحاجات زي كده، لان في يعني مثلا وانا في الاسكا الاوزان اللي احنا بنشيلها تقيله جدا لدرجه ان انا مش ممكن اشيلها كلها على ظهري، فبشيل مثلا 25 كيلو على ظهري وبشد ورايا 45 كيلو. الاوزان دي بتبقى عباره عن ايه؟ المعدات اللي انت بتاخدها؟ بتبقى الاكل والخيم، وبيبقى معانا غاز بنستخدمه عشان نسيح الثلج، عشان نعمل ميه عشان نقدر نطبخ. فأصل اليوم ما بينتهيش لما بنوصل المكان اللي احنا هنقف فيه، لازم نبني نحط نعمل الخيمه، بنبني وراها حيط، لو الهواء عالي بنمدي حيطه من التلج، بتاخد وقت كتير جدا عشان تتعمل، لازم ناخد تلج نسيحه عشان نقدر نطبخ. بتقعد فوق قد ايه؟ مده قد ايه فوق الجبل؟ في القمه يعني؟ على حسب الوقت طبعا، هي دي بتبقى يعني نور هي النقطة يعني الأخيرة خلاص الأخيرة، فالواحد بيبقى عاوز يطولها على قد ما يقدر، بس بتبقى على حسب الجو يعني، ممكن تبقى من دقيقة واحدة لمثلا 40 دقيقة بس وتنزل بس يعني. حتى ايفرست أخذ، بس أنت بتقول بتبنوا حاجات وخيم ده في المخيم ده في المخيم، لكن احنا بنوصل لآخر مخيم بنبنيه، وبعدين يوم الوصول للقمة ده بيبقى يوم طويل جدا، بنطلع نوصل للقمة نتصور أو بنقدر يعني أو بنقعد فيه دقايق وبعدين بنرجع تاني. طب خلينا نتكلم عن مشروعك الحق في التسلق، واللي ربطت فيه بين رياضه التسلق للجبال وبين الخير، كلمنا عن الموضوع ده. انا اخواتي الاثنين الكبار عن معاقين ذهنيا، ووالدتي من سن صغير جدا اشتغلت جامد جدا في مجال الاعاقه الذهنيه، وبالتالي ساعدت اخواتي كتير جدا. انا طبعا قريب جدا من اخواتي وكان نفسي اعمل لهم حاجه، وده يمكن يعني يمكن دي البيج بتاعتكم على الفيسبوك، صفحه طبعا الحق في التسلق، وفي طبعا الويب سايت بتاعت ال نزلناها احنا من شويه بتاعت يعني جمعيه الحق في الحياه نفسها. لكن فكان نفسي اعمل حاجه، ولقيت ان انا طيب انا عندي الشغل بتاعي، ازاي ممكن اربط الشغل اللي انا بعمله وهي الرحلات اللي احنا بنعملها بعمل الخير. فطلعنا فكره الحق في التسلق، اللي هي كانت فكرتها الأساسية إن إحنا كنا ناخد، وبالتالي الاسم إن إحنا كنا عايزين ناخد حد معاق ذهنيا يطلع معانا الجبل، لكن لقينا اتكلمنا مع دكاترة وكده لقينا إن الموضوع فيه خطورة، فلقينا إن إحنا طيب عاوزين نعمل توعية عن، ودي حاجة في مصر يمكن ما فيش وعي كافي ليها. فكانت مجموعه من اول مره عملناها مره كل سنه دلوقتي ان شاء الله، في واحده في يعني في العيد بعد رمضان ان شاء الله. طلع 25 واحد معظمهم مصريين ولاد وبنات، وطلعنا جبل كليمنجارو. كان مهمه كل واحد من المتسلقين
مش مجرد ان هو يطلع الجبل، انما يحاول ان هو يجمع اكبر عدد من يجمع فلوس من اصحابه، من شغله، من ناس يعرفه، يقول للناس انا طالع كيلمنجارو من اجل ذوي الاحتياجات الخاصه وساعدوني ان اوصل للهدف بتاعي. المتسلقين على الهواء ده كانت يوم رحنا اخذنا الاطفال من جمعيه الحق في الحياه، لعبنا معاهم بولينج وكده ده في المعادي. جمعت قد ايه تبرعات يا عمر؟ جمعنا في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا جمعنا حوالي 1,000,000 جنيه. والناس عادي بتتبرع معاكم وعندهم الثقافه دي ان هم يتبرعوا عشان الناس الثانيه تستفاد بيها وهم كمان رايحين يتسلقوا في الثقافه دي؟ لقينا في اقبال جامد جدا على الحكايه دي من رعاه، وفي نفس الوقت بس اكتر من الناس اللي طالعه نفسها واصحابهم. ولقينا ان في ناس خيره جدا، يعني في حد في واحده من السنين اللي احنا طلعناها عمل حاجه لذيذه جدا. قال انا مش حدي فلوس انما دلوقتي، انما كل واحد فيكم يوصل لقمه الجبل هضاعف المبلغ اللي هو قدر يجمعه. طب الناس كتير كانت مستغربه نقطه ان الناس اللي هم بيتسلقوا الجبال بيدفعوا فلوس وكمان بيجمعوا فلوس، ازاي قدرت ان هم تخليهم يعملوا كده؟ هي في نوعين من الناس، في ناس اللي هم كانوا عاوزين يطلعوا جبل كليمنجارو ولقوا فرصه ان هم يطلعوا جبل كليمنجارو وفي نفس الوقت يعملوا حاجه للخير، وفي ناس اللي هي كانت عمرها ما هتفكر تعمل حاجه زي كده، بس فكره ان هي للخير زقتهم ان هم يجربوا حاجه جديده. في الحالتين دي حاجه كويسه يعني. انت كمصري وكشاب اكيد عندك اصحاب هنا كتير قوي في مصر، فهل انت شايف ان في اقبال من الشباب المصري ان هم يتسلقوا الجبال سواء بقى هنا او بره؟ في اقبال كبير، في اقبال يعني اللي احنا بنعمله مثلا في الشركه مثلا مش مجرد تسلق جبال، يعني اللي فيه اقبال يعني طبعا تسلق الجبال طلعنا ناس كتير جدا في فتره الثلاث سنين اللي فاتت، مصريين وغير مصريين بس وعرب، بس مصريين هي الكميه الاكبر، ولاد وبنات، يعني يمكن 42-43% من الناس اللي بتسافر معانا بنات. وفي طلع البنات عندهم روح المخاطره اكتر من الاولاد هنا. يعني هو معدل النمو بتاع عدد البنات يعني اسرع، يعني هو ممكن على السنه الجايه يكون في يعني يكون 50-50 او اكتر يعني. وفي مثلا في مثلا اطفال عندها 13-14 سنه طلعت معانا، وفي راجل عنده 63 سنه طلع جبل كليمنجارو. فدي كلها حاجات يعني انا كنت فاكر يعني ممكن يشوفها رياضه بقى عندنا زي جميع الرياضات اللي احنا ممكن نشوفها دلوقتي. مظبوط. طيب عمر قبل ما يطلع اي رحله انت بتحضر شنطتك كده، بتكون خايف من ايه ومش خايف من ايه؟ ببقى خايف من العوامل اللي ما اقدرش اتحكم فيها، مش ببقى خايف، ببقى قلقان منها، لان ببقى حاسس ان انا اتمرنت على قد ما اقدر وحاسس ان انا مستعد نفسيا وكل يعني. وطبعا جزئيه تغطيه تكاليف الرحلات دي صعب جدا، لان انا طبعا انا يعني بمارس رياضه يعني بالشكل التقليدي غير جماهيرية، ملهاش اتحاد، ملهاش كيان معين، مفيش حد بيصرف على التمرين بتاعي، على الأكل بتاعي، على الكلام ده كله، فلازم كل حاجة ألاقي طرق مبتكرة أن أنا أجمع الفلوس دي. فدي بيبقى تحدي كبير جدا قبل ما أوصل لنقطة البداية. فببقى قبل كده ببقى قلقان، هل هقدر اصلا اوصل يعني هقدر اجمع فلوس في الوقت ان انا اقدر فعلا اسافر ولا لا؟ فدي بتبقى حاجه بعد كده بتبقى العوامل اللي هي خارج ارادتك. خارج ارادتي. في الفتره الاخيره اتجهت ان انت تدي محاضرات في التنميه البشريه، فعايزك تكلمني برضه عن الموضوع ده وازاي بتقدر تربط ما بينها وما بين تسلق الجبال. وانا مش عايز اقول ان هي محاضرات لان كلمه يعني انا بحكي قصه يعني. ومش تنميه بشريه لان انا مش دارس حاجه معينه في المجال ده، انما انا بحكي قصتي انا. قصه واحد كان عنده رب وهو صغير وكان يمكن ابعد ما يكون ان هو يبقى رياضي او ان هو يبقى يقف على اعلى نقطه في العالم اللي ما فيهاش اكسجين، لان هو كان مش مؤهل كده بدنيا. وقدرت ان انا في مدار سنين طويله اجهز نفسي واوصل لده، وبعد ما وصلت لقمه ايفرست اللي هو يعني اعلى نقطه في العالم جبليه، ما وقفتش عند كده وقررت ان انا اكمل. قصتك انت بالظبط اللي انا شايفه ان القصه هي يعني اقوى طريقه ان واحد يوصل بيها اي رساله. يعني انا وقفت قدام حد وابتديت اديله محاضره على فكره التنميه البشريه مثلا التحفيز كذا وفي ثلاث نقط وبعدين النقطتين دول بيتقسموا لخمس نقط تانيين، يعني مفيش حد هيبقى عاوز يسمع. عشان كده لو انتوا سمعتوا عن المحاضرات بتاعه تيدكس والحاجات دي اللي هي في مصر ابتدت تبقى معروفه جدا، الناس بتحبها جدا، ان كل واحد بيطلع يحكي قصته
ودي يعني متهيألي ان انا لما انا كنت صغير اكتر حاجات كانت بتحفزني كان في ناس معينه يعني قصصهم وحكايتهم هي اللي كانت مؤثره متاثر فيا. عمر في شويه مفاهيم كده عايزين نقولها لك وانت تقول لنا معناها ايه بالنسبه لك عشان كل الشباب اللي بيتفرج علينا دلوقتي يقدر يستفيد او يقدر يشوف انت شايف الموضوع بشكل عامل ازاي. الحلم الحلم هي الحاجه اللي بتبقى انت عاوز يعني الواحد عاوز يعملها جدا وممكن في الاول ما يبقاش عارف ليه هو متمسك بيها قوي وبتبقى كل الناس ضده يعني لازم يتمسك بيها برغم من كل حاجه يعني. السعاده السعاده ان واحد يلاقي حاجه هو بيحبها ويعملها ويتقنها وبعد كده يوصل لدرجه ان هو ممكن ينقل التجربه بتاعته لحد تاني عشان يتعلم ويزود على اللي هو عمله. المغامره هذه المغامره دي يعني يمكن حاجه في ذهن كل واحد يعني المغامره مش بس في تسلق الجبال او في ان انا اروح اركب ان انا اعدي في ادغال ولا اعمل حاجه زي كده. المغامره في ممكن تبقى في اي لحظه في حياه الواحد لو هو فكر فيها بالمنطلق ده. يعني كل مره النهارده انا مثلا رايح اقابل حد مثلا كان نفسي اقابله من زمان بس عمري قابلته رايح دي مغامره في حد ذاتها. طب انا هروح هكلمه في ايه هعرف ايه دي مغامره ان انا اروح بلد جديده ان انا اكل حاجه مختلفه ان انا ازور مكان في مصر ما شفتوش قبل كده. فلو واحد ابتدى بنسميها مايكرو ادفنتشرز ان هو لو كل واحد قسم حياته كلها لمغامرات كتير وصغيره هتبقى الحياه امتع كتير. احنا هنكمل معاك المعاني بس ما ناخد اول تليفون من اماني. اماني ازيك يا اماني؟ اماني لو سمحتي بس صوت التلفزيون توطيه خالص اسمعيني احسن من التليفون. اتفضلي يا اماني. ايوه اتفضلي احنا سامعينك. معاكي عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عمر معايا؟ ايوه. انا بحيي حضرتك جدا على رياضه التسلق دي رياضه جميله جدا. ربنا يخليكي. عايزه تسالي سؤال؟ انا رفعت راس مصر يعني لفوق بانك ثلاث اعلى جبل في العالم. انا مبهوره جدا في زي امثال حضرتك. متشكر جدا. ميرسي جدا يا اماني على تليفونك. معانا نوران. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا نوران اتفضلي. الو الو سامعيني يا نوران اتفضلي. منورين البرنامج ويا ريت شباب مصر كلهم يبقوا زيك. تقول لك يا ريت شباب مصر كلهم يبقوا زيك. ميرسي جدا ربنا يخليكي. ميرسي. عندك سؤال طيب يا نوران؟ لا انا بجد بشكره وبجد رفعت راسنا. ميرسي يا ميرسي يا نوران. ميرسي جدا. ميرسي لي. عايزين برضو نكمل المعاني. الفلوس معناها ايه بالنسبه لك؟ مالها يعني بالنسبه لك ايه؟ متهيألي انها بتبقى يعني بالنسبه لي الفلوس محتاج فلوس على قد ان انا اعيش كويس مش محتاج حاجه زياده قوي. وبتبقى بالنسبه لي الفلوس بتبقى يعني زي واحد وسيله وفي نفس الوقت ساعات بتبقى تحدي ان واحد يوصل لحاجه يعني. ف الاسره متهيألي هي اهم حاجه. اهم حاجه في الدنيا. الحياه جميله. الخوف الخوف ده بالنسبه لي اداه قويه جدا ان انا اقدر احقق اللي انا بعمله. يعني انا بالنسبه لي في كل التجارب والمغامرات اللي انا بعملها زي ما قلت ببقى خايف جدا لكن ممكن الخوف يزيد جدا ان يتملك الواحد ما يقدرش يقدر يعمل حاجه يبقى عاوز ينسحب او خايف ومش قادر يتحرك. وممكن ان هو يقول طيب يعني الخوف ممكن يخليه يعني يعمل فرق ما بين ان واحد يحط نفسه في خطوره زايده جدا وان هو يبقى على خط الامان. عمر لو حد من الشباب اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي في عز الشباب نفسه يتسلق اي جبل تقول له ايه؟ اقول له ان ده يعني شيء اسهل جدا من هو يعني ممكن يبان ان هو حاجه صعبه جدا بس في جبال من اول جبال سهله جدا لجبال صعبه جدا فالبدايه سهله قوي. وفي جبال زي ما في جبال طبعا ثلجيه في حتت كتير في العالم انما في جبال صخريه في مصر مش بعيده جدا فممكن واحد يروح سينا في جبال كتير جدا فممكن بسهوله جدا في ويك اند او في يومين او حاجه واحد يروح يطلع جبل او اعلى جبل في مصر حتى ودي تبقى تجربه جميله قوي. عمر سمرة اخيرا كده بقى نصيحه منك لكل شباب عز الشباب اللي بيشوفونا دلوقتي تقول لهم ايه؟ بتهيألي اكتر حاجه انا اتعلمتها في يعني في السنين اللي فاتت هي ان عمر ما واحد يسمع لحد يقول له انت تقدر تعمل ايه وما تقدرش تعمل ايه. كل واحد فينا هو اكتر واحد يقدر عارف امكانياته وهو يقدر يعمل ايه وساعات احنا للاسف ما يعني ما عندناش ايمان كافي في نفسنا ان احنا ما بنديش نفسنا الفرصه ان احنا نحاول. فكل واحد عنده حلم
مؤمن بيه. طبعا ممكن ياخد نصائح من الناس حواليه، انما يعني يفضل وراه عمره ما يفقد الامل. عمر السمرة اول مصري واصغر عربي يتسلق قمه جبل ايفرست، نورتنا النهارده في عز الشباب، وان شاء الله نشوفك تاني ان شاء الله. ميرسي يا عمر. دلوقتي هنروح لمفاجاه عز الشباب النهارده ونجمه السار اكاديمي نسمة محبوب، استنونا. طموحها الجارف، لازم نتنقل نقلة تانية خالص، نقب على وش الدنيا ونعيش زي ناس ما هي عايشة. لا يرضى سوى بالقمة طول ما في دماغ وعقل بيفكروا كويس قوي. لكن هل تجد السعادة في القمة؟ فريدة سليم ما تقدمش على حاجة غير وهي واثقة إنها لازم تنجح. أم تلتفت لتبحث عن الحب؟ هو في حاجة في الدنيا أحلى من الرومانسية؟ أعتقد إن أنت مش محتاجة حاجة زي دي تعطلك. أنا بقى فريدة سليم ما تقارنش